اختلف العلماء في المسح على الجوربين، ومنشأ هذا الاختلاف في معنى الجورب وفي ثبوت أحاديث المسح على الجوربين. فإن الجورب في اللغة العربية قال بعضهم هو ما كان من غير الجلد كالصوف والقطن ونحو ذلك، وقال بعض أهل اللغة إن الجورب هو ما كان مصنوعا من الجلد فيعد نوعا من أنواع الخفاف. وأحاديث المسح على الجوربين جاءت في سنن أبي داود، ومن بينها مسح الرسول عليه الصلاة والسلام على الجوربين، ومن بينها مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يمسح على الجوربين، وذلك لأن أحاديث المسح على الجوربين غير صحيحة. وعلى افتراض صحتها فإن الجورب إنما هو من أنواع الخفاف. وأما كون بعض أهل اللغة يقولون بأن الجورب هو ما كان من غير الجلد فهذا محتمل، فيطرح اختلافهم ونحمل الجورب على النصوص الكثيرة الصحيحة في المسح على الخفين. وقال بعض العلماء بصحة المسح على الجوربين مستدلين بالأحاديث التي جاءت في سنن أبي داود، ومستدلين بأن الجورب يطلق في اللغة على ما كان من غير الجلد. ثم على افتراض عدم صحة أحاديث المسح على الجوربين فإن الصحابة رضي الله عنهم قد نقل عن جمع غفير منهم المسح على الجوربين، والصحيح أن المسح على الجوربين يصح، إما لأن الأحاديث صحيحة وقد صححها الألباني رحمه الله، وإما أن تكون غير صحيحة فيكون الاستناد على ما جاء في اللغة، وأيضا لما في المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سرية أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والتساخين قال بعض أهل اللغة إنه ما كان يسخن القدم، وقال البعض بأن التساخين هي المصنوعة من الجلد. وأما أحاديث مسحه عليه الصلاة والسلام على الجوربين والنعلين وكذا الحديث الآخر أنه مسح على النعلين، فهذا إن قيل بثبوته فإنه محمول على المسح على النعلين والخفين، وذلك لأن المسح على النعلين يخالف أحاديث كثيرة، من بينها قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ويل للأعقاب من النار، وعند مسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، وفي رواية له: ويل للعراقيب، وفي رواية أحمد: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وعند مسلم لما رأى رجلا في قدمه مثل الظفر قال: ارجع فأحسن الوضوء. ولذا لو قيل بالمسح على النعلين لكان أقرب ما يكون من فعل الروافض، ولكن هذه الأحاديث التي جاءت بالمسح على النعلين والجوربين أو بالمسح على النعلين محمولة على المسح على الجوربين مع النعلين. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: باتفاق المسلمين لا يجوز أن يمسح على خف دون الكعبين، وذلك لأنه لا يسمى خفاً.